من خلال حادثة سافرة تستهدف الإسلام واستفزاز مشاعر ملايين المسلمين في كافة أنحاء المعمورة في أهم وأعظم أصول التشريع الإسلامي ومقدساته عبر إساءات استفزازية متكررة وللمرة الرابعة على التوالي في ذات الدولة تحديداً لمحاولة تدنيس المصحف الشريف تحت ذريعة حرية الرأي والتعبير الزائفة التي تتعارض مع روح المادتين 19 و20 من الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك تناقض خطة العمل المتفق عليها بالإجماع الدولي وفقاً لقرارات مجلس حقوق الإنسان رقم 16 و18 التي تكافح التحريض على الكراهية والتمييز على أساس الدين أو المعتقد. من هذا المنطلق تعرب المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين لتلك الأفعال المتكررة الدنيئة، مؤكدة بأن تلك الأعمال لا يمكن قبولها تحت أي مبرر، وهي تحرض بوضوح على الكراهية والإقصاء والعنصرية، وتخالف الشرائع السماوية وكل قرارات المرجعيات والمواثيق الدولية الداعية للسلام والوئام والتقارب، كما أنها في الوقت نفسه تتناقض وبشكل مباشر مع الجهود الداعية والساعية إلى نشر قيم التسامح والاعتدال ونبذ التطرف، وتقوض مبادئ الاحترام المتبادل الضروري للعلاقات بين الشعوب والدول. بسم الله الرحمن الرحيم، نهنئ القيادة السياسية والعسكرية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ونقول لهم كل عام وأنتم بخير، ونهنئ جميع المرابطين في الجبهات والثغور والميادين، وإن شاء الله منصورين بإذن الله تعالى، وسنجدد العهد والوفاء إن شاء الله بإذن الله في مثل هذه الأيام بإذن الله في صنعاء، منتصرين ورافعين راية الجمهورية والعلم الجمهوري في جبال صنعاء وعيبان وشمسان ومران إن شاء الله. كل عام وأنتم بخير. بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية نهنئ القيادة السياسية والعسكرية والشعب مصدر القرار، ونحن هنا في جبهة مأرب ليس في منطلق دفاع، بل احنا مستعدين لانطلاق لتحرير اليمن، لان نحن ندرك ان هذا العدو مجرد نتيح له المجال من اجل يعبي الشعب بما فيها الاطفال وطائفيا، ولا يدرك السلام مطلقا. لذلك احنا مستعدين، وهو الخيار، ومن اولوياتنا الحسم ولا غيره. المعنويات عالية سواء هنا في مأرب أو في، ونحن نحس الآن في هذا المرحلة أننا نحن لحمة واحدة كجيش ضد الحوثي، سواء في جميع الجبهات، سواء مأرب والجبهات الأخرى، نحن جيش واحد ومشروع واحد، وسننطلق لتحرير صنعاء وأراضي اليمن كامل بإذن الله. كما نهني ونبارك للشعب اليمني العظيم، للأمة الإسلامية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ونهني مجلس القيادة الرئاسي ممثلا بالدكتور رشاد العليمي وجميع أعضاء مجلس الرئاسة، ونهني جميع الأبطال المرابطين في كل الجبهات والثغور والميادين، ونقول لهم عيد أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير، ونجدد العهد وإنا على درب الشهداء سائرون. وميليشيات الحوثي أصبحت أوهن من خيوط العنكبوت، وهي الآن تلفظ أنفاسها الأخيرة ولا يستطيعون أن يفعلوا أي شيء. فميليشيات الحوثي خاسرة مهما حاولوا أو مهما لفوا وداروا، هم خاسرين. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. نهني الشعب اليمني والقيادة السياسية والعسكرية ممثلة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، كما نهني وزير الدفاع ورئيس الحكومة، وأنا جدد العهد والوفاء والولاء بأننا على العهد ماضون، وأن معنويتنا عالية ناطح السحاب، ومستعدين وجاهزين لأي طارئ. ألا يا سيد الله، وين بطلت يمينك يا طباك سعيد الإنسان.
هذا الفنان الكبير تأتي هذه الفرحة وهذه الجوائز. كان العميد كريما وأراد أن نقدم احتفاء يليق بعطروش ونحن نفذنا ذلك على أكمل وجه. مهرجان تعز العيدي السادس 2023 بمحتفى كبير جدا بفنان الشعب الكبير الدكتور محمد محسن عطروش الذي يقدم رسالة وهو حاضر بيننا مبتسم يشعر بذلك الجمال وذلك الألق وذلك الوطن الذي اتحد ليحتفي به من أبيان من صنعاء من عدن من لاحق من تعز من صنعاء. الجميع احتشدها هنا ليحتفي ويغني لعطروش ليقول له يا رب من له هامة كبيرة مثل عطروش فلا تحرمه منه. احتفاء كبير يليق جاء برعاية كريمة من عميد الجمهورية القائد طارق صالح الذي نوجه له رسالة شكر كبيرة باسم تعز باسم ثقافتها باسم كل الوطنيين في هذا الوطن العظيم. لولا هذه الرعاية ما تم هذا المهرجان بهذه الصورة وهذا الألق وهذا الجمال وهذا البهاء الكبير جدا ووسط هذا الحضور الكبير. نتوقع رسالة جميلة سيقدمها هذا الجمهور. شكرا عميد الجمهورية شكرا تعز شكرا لكل من يصنع هذا الجمال وهذا البهاء وكل عام وتعز في خير وما عيد إلا في تعز وما عيد إلا في المخاء. علي رفعت الراس هذا الدين أو كبرى وذا قلع. أنا سعيد جدا يا أيها الحضور كلهم بصفتك وباسمك. أنا لم أستطع أن أذكر أسماءكم جميعا لماذا؟ لأنكم كلكم أحجبتموني بتواضعكم وباستقبالكم وبحضارتكم وبتكريمكم وبوقوفكم أمامي. أنتم شعب واعد، أنتم شعب الخير، أنتم شعب المستقبل الأفضل. ولا أنسى إن أنسى أن أشكر الأخبار محمد عبد الله على كل ما قدمه من تكريم وحفاء وحسن استقبال. بكل فخر محافظة تعز الوطن مكتب الثقافة في تعز المكتب السياسي للمقاومة المجلس الرئاسي العميد طارق صالح الجميع يحييك. نعم يستحق التحايا العميد طارق صالح له كل الحب والتقدير فلولاه ما تم هذا المهرجان. الجميع يقول كبرى على جبينك ايها العظيم. هذا هو التكريم التكريم اسما وفعلا لهذا الدرع الوطني الكبير درع الثقافه